ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية. سيد أشرف، صباح الخير، أهلا بك معنا في هذه التغطية. بداية، لو سألنا السؤال الأعم، ماذا تعني مصر بالنسبة للسودان؟ وبرأيك ماذا يعني السودان بالنسبة لمصر؟ يمكن اختصار يعني هذه المسألة أو هذا السؤال في إجابة يعني قليلة يعني أو إجابة واضحة، هي أنهم دولتان شقيقتان. فهذا يعني أنهم ارتباطهم ارتباط جذري منذ تاريخ أزل العلاقة بين السودان ومصر على مر العصور المختلفة وطوال تشكيل الدولتان يعني على مدى التاريخ. طيب سيد أشرف، يعني إذن العلاقات بسبب حجم الدولتين بهذا الشكل كانت بهذه الجودة كما أفهم منك. طيب، لكن السياسة المصرية معروف عنها كما يرى الباحثون والمتابعون أنها تحاول جهد الإمكان استمرار الدعم للاستقرار في دول الجوار. فكيف يرى السودان هذه السياسة مع مصر؟ هل استطاعت مصر فعلا أن تقوم بعملية الدعم للاستقرار في السودان؟ من حيث الوجدان المشترك فيما يتعلق بالعلاقة بين الشعبين السوداني والمصري، هي ظلت علاقة تقوم على هذه الركيزة طوال فترة عهد هذه العلاقة أو حتى الآن، باعتبار أنه مهما كانت هنالك تعقيدات حتى في إطار التعامل، في النهاية سرعان ما تنزوي وتزول وتذوب نتيجة هذا الوجدان الراسخ في التعامل بين الأطراف المختلفة في السودان ومصر كشعبين شقيقين. النقطة الثانية، أيضا كثير من التغييرات والتحولات السياسية حدثت في السودان وكذلك في مصر، قد تكون في بعض الأحيان لها نوع من التأثير على هذه العلاقة، ولكنها لا تستطيع أبدا أن تمحي أو تكون هذه العلاقة بمثابة أن تكتب نهاياتها نتيجة المواقف السياسية. فسرعان ما تزول بسرعة، حتى في لحظات كانت يعني هي عصيبة فيما يتعلق بالعلاقات السودانية، من حيث حتى بلغت مرحلة بداية للقطيعة الدبلوماسية كما حصلت في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك وما إلى ذلك. لكن مع ذلك تظل العلاقة بين الشعبين راسخة، وهي ما يوطد هذه العلاقة مهما كانت التكاليف باهظة وتضحيات جسام فيما يتعلق بهذه العلاقة ومستقبلها بين الشعبين. إذا الشعبان هنا اللذان يحفظان هذه العلاقة طوال مدى تاريخها، وبالتالي لا يتأثران بالمواقف السياسية. نقطة مهمة سيد أشرف، فعلا يعني لو رأينا طبيعة العلاقة بين السودان ومصر منذ سنين طويلة، ورغم كما قلت حضرتك الآن في إجابتك في مستهل إجابتك كما قلت بأن رغم وجود ربما بعض ما يشوب هذه العلاقة من منغصات، لكن العلاقة تعود بسرعة إلى وضعها وطبيعتها. التساؤل هنا، لماذا تجذرت لدى الشعبان هذه الصورة أنه ضرورة العودة إلى علاقات أكثر وطادة؟ ايوه، كنت اكتشفت من حديثي ايضا في الآونة الأخيرة، طبعا كما تعلم ان العالم بدا يعرف كثير من المستجدات الجديدة فيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين الشعوب، ودخلت كثير من المصطلحات التي في كثير من الاحيان تؤثر على بعد هذه العلاقات حتى وان كانت عميقة، مثل المسائل المتعلقة بالتنمر وخطاب الكراهية ومحاولة إثارة ذلك من بعض اصحاب القرض. لكن مع كل ذلك، في إطار إذا أجرينا أي تقييم لهذه العلاقة، نجد أن هنالك تبادل مصالح مشتركة لا يستطيع أحد أن ينفيها أو ينكرها، لأن هنالك ملايين السودانيين يقيمون في مصر، وكذلك أيضا هنالك تبادل من المصريين يحتاجون لكثير من المواد الخام السودانية فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية المصرية، وكل ذلك يؤكد ويشير إلى أنه من الصعوبة الفكاك من هذه العلاقة مهما كانت التقلبات داخل الحكومات كما أسلفت. وبالتالي يمكن الاستفادة من ذلك في محاولة لتهيئة هذه العلاقات بأن تعبر هذا الخطاب الجديد فيما يتعلق بالجانب الخاص بخطاب الكراهية وخطاب التنمر، وهذا أمر مبغوض وغير سليم
لأنه يمكن أن يؤثر على عمق وتجذر هذه العلاقة. طيب سيد أشرف، يعني في فبراير الماضي تم التوقيع على تفاهمات بين مصر والسودان سميت بالحريات أو تأكيد الحريات الأربعة، وهي تفاهمات ليست بالجديدة لكن تم التأكيد عليها، ولكن أضيفت إليها بعض النقاط، منها تسهيل تأشيرات التعاون، التأشيرات بين البلدين والتعاون في مجالي القضاء والطيران المدني والتعاون في مجال التعليم العالي. مراقبون يقولون أن مصر ما زالت هي قبلة السودانيين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية وكذلك للالتحاق بالمؤسسات الصحية وللسياحة. هل السبب هو الجوار الجغرافي إن صح التعبير، أم هنالك سبب آخر؟ كما قلت، طبيعة المزاج والرسوخ فيما يتعلق بهذه العلاقة جعل الوجدان مشترك، وجعل السودانيين والمصريين إخوة دائما وأشقاء طوال فترة هذه العلاقة وحتى الآن. وبالتالي مهما كانت هنالك شوائب كما تفضلت، بالتأكيد لن تستطيع أن تؤثر على مجرى هذه العلاقة. فقط هنالك بعض الأمور السياسية هي تحتاج لإصلاح العلاقة فيما يتعلق بالتقاطعات الكبرى على مستوى السياسيين الكبار، ولكن لا علاقة لها بالشعوب، ولا بد من أن يتم يعني قتل هذه الإشكالات وهذه الشوائب وصول العلاقات جيدة. السودانيين لن يجدوا مدخلا للعلاج أو للدراسة غير التوجه إلى مصر، وهذا هو تاريخ معلوم ومشهود ومعروف طوال تاريخ هذه العلاقة. وكذلك أيضا مصر لن تجد أيضا حضن دافع غير السودان يتعلق بأنها أيضا جنوبا، وهي تهتم بذلك كثيرا لأنها تدرك خطورة أبعاد ذلك إذا استمرت هنالك أي إشكالات مستقبلية يتعلق بأمنها الداخلي. فبالتالي هذه العلاقة هي علاقة مهمة وتاريخية، ولكن فقط هي تحتاج إلى تحديد من قبل السياسيين فيما يتعلق بالمصالح المشتركة وضرورة التعامل معها. فبالتالي مهما كانت هنالك اتفاقات، في بعض الأحيان تكون هنالك إشكالات يصنعها السياسيون وليس الشعوب. لكن في الآونة الأخيرة بدأ خطاب السياسيين السالب يؤثر على الشعبين فيما يتعلق بكثير من المواقف، وهذا ينبغي مراجعته، لأن دون ذلك يعني أن العلاقة يمكن أن يحدث لها تأثير كبير وعميق يؤثر على هذا القبول التاريخي الطويل. نعم، السيد أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة تحرير صحيفة الجريدة السودانية، كنت معي عبر الهاتف من السودان، شكرا جزيلا لك.